اول اشاعه معايا بتقول بعد الشر خبر وفاتك لما كنتي بتعملي عمليه في امريكا. اه كتير موتوني كتير قوي. مش انتي لوحدك، موتوا كل الفنانين. اه موتوني كتير جدا. دي حقيقه. ده حقيقه فما اعرفش ليه يعني. تفتكري يعني اللي بيطلعوا الاشاعات السخيفه دي بيطلعوها ليه؟ عايزين ايه من الناس؟ عايزين يبقوا ترند او عايزين ناس تتكلم عنهم او الترند على حساب الناس؟ اه اي ثينك سو، لان هم اللي يطلع عليك ان انتي متي. انتي يعني ايه رايك اصلا اللي اي حد بقى بيعمل اي مصيبه عشان ترند؟ اتس ديسكاستنج يعني، بالنسبه لي حاجه الواحد يشمئز منها بصراحه. يعني اصل دلوقتي عايزين يبقوا حتى ترند، حتى لو دي حاجه وحشه فيهم هم، مش فاهمينهم همهم ان هم يبقوا اكتر ناس بتشافينه، ناس اريح حاجاتهم والحاجات دي، رغم ان ده ممكن ياذيك. لا انا عايز الناس كلها تدخل وتسال عني وتكتب على جوجل اسمي او تكتب على يوتيوب اسمي. لما حد بيكلمك في التليفون ويقولك حريه مثلا قريت خبر انك بعد شهر اتوفيتي او كده، تحسي بايه بقى ساعتها؟ في الاول كنت بتضايق، بعدين خلاص بقى اتعودت بقى. يعني انا مره كنت بعمل عمليه بره ومامتي قرت في الجورنال وكلمتني في التليفون، فانا اول ما رديت انت عايشه؟ ايوه مامي انا عايشه. في ايه؟ لا ولاد الذين دول بيكتبوا عليك انك موتي ومش عارفه ايه. يا مامي يعني ماما اتقال عليا مليون الف مره، واتقال وجوزوني وعملوا لي فرح. ده كتير. وقولوا عمرو دياب كان احيا الفرح ودينا، عملوا لي فرح. ده جابوا المعازيم والنجوم. آه كله. طب والعريس كان مين بقى؟ ما كانش في عريس كمان. جوزوكي من غير عريس يعني؟ مش حقيقي، بس مش عارفه ليه. ولا كان في خطوبه ولا اي مناسبه؟ لا. من وحي خيالهم يعني؟ اه والله العظيم. عشان احيا الفرح عمرو دياب ودينا كمان. عشان الترند. عشان الترند. الاشاعه